فلاش سبور. اهلا وسهلا بكم الناس الكل على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. البدايه باللعبه الاولمبيه باريس 2024، 80 البارح بوديوم بالنسبه للوفد التونسي للسباحه التونسي احمد الجوادي في السباحه من خلال نهائي سباق 800 متر سباحه حره. احمد الجوادي عمل سباق ممتاز وممتاز جدا، 19 برافو لاحمد الجوادي، جاء في المركز الرابع، كان قريب برشا 3 ثواني، ممكن ينقصوا شوية على المركز الثالث على البرونزية. أحمد الجوادي عمل توقيت 7 دقائق 42 ثانية، 83% جزء بالمئة. كل التفاصيل مع مبعوث الإذاعة التونسية زميلنا زياد الخياري. زياد صباح النور. صباح المطر، صباح الخير لطفي. أكيد كنت البارح معايا وعشنا لحظات أولمبية تاريخية من قصص نجاح الرياضة التونسية برغم كل الظروف التي ولعوما كانت تاريخية في 800، يعني مع مرتبة رابعة لبطلنا أحمد الجوادي والتونس العزيزة والقلعة سليمان. يعني 6 شهور تالي التي كان ترتيبه 50 مع الأبطال ويفن الإيرلندي بطل العالم والبطل الأولمبي اللي حسم الرقم الأولمبي البارح مع سباق كان بتيمبو وريتم مثير جدا خاصة في السبرينت. يعني ويفن كمل السباق على مستوى أولمبي عالي جدا 7.38.19. شكون وراه؟ وراه الفضية كانت الأمريكي بوبي فينك 7.38.75، كذلك رقم أولمبي جديد تحطم. وكذلك الإيطالي كان هو صاحب الميدالية البرونزية، نحكيه على السباح الإيطالي غريغو ريو. ولطفي يعني كما قلت، يعني أحمد كان 50 من 6 شهور في ظروف صعبة، عمل صحيح فزع في الإذاعة الوطنية مع زميلنا لبيب وشاكر بالحاج، وصل حتى ما عندوش عشاء ليلة في فرنسا. في النهاية اليوم عام مع أبطال وأساطير أولمبيين وكمل الرابع، معناتها كان يحلمون ويعمل تلفي معاهم. نقول له برافو أحمد جوادي والصحافة الدولية الكل نوهت بهذا البطل الشاب البطل الصاعد، كما خرج لنا الحفلاوي في السودان في اليابان في شهر جويليه وفاز بالذهبيه في 400. يا ريت كان حفلاوي موجود في فرنسا كان يربح ميداليه اولمبيه. يخرج لنا من باريس احمد الجوادي اللي عنده مستقبل حافل ان شاء الله في الرياضه الاولمبيه اللي هي الرياضه اللي حبوها برشا. السباحه البارح كان المسبح الاولمبي اللي هو ملعب رجبي كان معبي، ثم حتى بلاصه يعني باري بايلايت ما تعرف مش كيما السباح تصفيات روسي. شفنا نجاح جماهيري في اللعبة الأولمبية خاصة العشاء، مش عادي زياد في كل الرياضات حتى بصراحة كان يلعبوا حتى البيس موجود الجمهور. نعم، برغم برشا انتقادات في الظروف النقل في الترافيك في الزحمة في البوليسيون في السان في الماء في الصف في كل يعني ما يتعلق ناس شيخة بسبور زياد، أما ناس شيخة تجديد فكري تنتي قداش اللي تبعوا تجديد في الرياضه كيف دونك يعطيهم الف صحه شيخنا الفرنسيس. وكذلك موسم سياحي ما تعرف ممتاز يخرجوا من باريس خطره زحمه مع تغييرهم يجي باريس كسياحه تقريبا بالملايين ويحضروا الاولمبياد. احمد الجوادي كنت حكيت معاه زياد بعد السباق، نسمعوه احمد الجوادي في تصريح للاذاعه التونسيه في ميكرو زميلنا زياد الخياري. كانت كورسة قوية الحقيقة، الكورسة تهزت بروكور أولمبيك لي 3 ايزيتي انت في الركور وكل شيء، كانت كورسة قوية، عملت عليا عملت لي زيفور انت حاولت نكون معاهم سيلي انت سيلي غون سيلي بلو غون في العالم توا، عملت عليا ما تمنيش نادم على اي حاجة، نعرف لي الكورسة انت عطيت لي فما الكل حطيته، انت مانيش نادم على اللي صار وكل، ونعرف لي انت الافنيق باش يكون انت كيفاش يقولوها بريون وكل شيء. الكورسة كانت كورسة حلوة ياسر، ما نكذبش عليك انا جي فيزي لي زيتوال انت لا لون وكل شيء، مي مالوغوزمون جي اتيري سور لي زيتوال، مي شوي فير انت باللي عملت وكل شيء، مون اوبجيكتيف انت في الجو وكل شيء سيتي جوست اون فينال، انت ما قبل الجو ما كنتش نحلم باش ميداي وكل شيء، اما يعنيها بعد الجو بعد الفينال كي دخلت فينال البارح بديت نطمع الحقيقه في ميداي وكل شيء، كلنا حلمنا مع بعضنا الحقيقه جي اتام اوبجيكتيف شوي با انت ديسو، مانيش نادم خاطر نعرف لي عملت عليا صحيح لعل فيها خيره ولعل يعني الكاترين بلاس هذه تكون خير من يعني ساتيسفاكسيون يعني تكون دافع باش الافنير يكون خير من هكا. لحد الان مون اوبجيكتيف اللي اتان جو في فوار يعني كومون جو مي سون فيزيكمون ومن بعد جو بروند ديسيزيون. هذا بطل تونسي 19 سنه زياد، نسمعوا كيفاش يحكي. متربي محلاه، ركز نقولوا نحن اي محلاه وعنده شخصيه
ويعني وسقيه على الأرض وربي نجحه حسب أحساسهم وبطل عنده مستقبل كبير إن شاء الله ينورنا في المواعيد الأولمبية والعالمية الكبرى. هذه هال 47 اللي عامها يعني في يومين 24 ساعة تقريبا قولوا له برافو أحمد الجوادي، غيرت له برشا حاجات في الاستراتيجية نتاعه وفي برمجته وفي فوكس القدام شو باش يعمل. شنو حكاية 1500 يلعب ما يلعبش زياد؟ واضح لنا في الحقيقة يعني فيه تصريح خديته في المباشر في المنطقة المختلطة باش يحكي مع المدرب بتاعه الفرنسي مع غرفة العمليات. تعرف 1500 فيها مجهود كبير جدا، وأحمد الجوادي يحب يكون في التوب فورم بتاعه، ما تخرج تاسع أولمبيا في الـ400 معناتها ما ترشحش للفينال لكن قدم مستوى أولمبي رائع جدا مع التاسع في أول مشاركة أولمبية عمره 19 سنة، البارح الرابع في كل أصقاع الدنيا في ترتيبه الأولمبي. معناتها في 1050 تتطلب مجهود بدني كبير ريكوبيراسيون، فأعتقد باش يزبيها العومة هذه، وحتى العشرة كيلومتر لطفي نجم يزبيها. قلت لك 7:42 83 اللي أحمد الجوادي غيرت له برشا أفكار وخليته في ستاندينج وفي يعني في السمات السابعة نقول، واحنا قال لك كنت هو نحلم باش نعوم معاهم ونعوم معاهم سيلفي، البارح عام معاهم وقعد في البوديوم معناتها يضرب حتى للاخر وقرب في دويل مع الطلياني كان ثواني تقريبا كما قلت لي لطفي. في النهايه ما هزش البرونز لكن صنع تاريخ جديد للسباحه التونسيه بعد الملولي وبعد الحفاوي اللي ان شاء الله يرجع، لو كان الحفاوي هنا في باريس كان يهز ميداليه اولمبيه. دونك نقولوا برافو الجوادي. نسمعوا قد معايا زياد، نسمعوا احمد الجوادي شنو هو حكاه على مساله 1500 متر السباق القادم. مزت ما نعرفش الحقيقة، مزت ما نعرفش نشوف أنا وفيليب، خاطر فيليب ديجا قبل الجو بعد فرنسي ليت قال لي باش نعملوا انجاجمون مانيش سيور بشوما الأكثرية باش نعملوا 10 كيلو الأكثرية باش نعملوا 10 كيلو وعندها 1500 سي با سيور خاطر النيفو إلي بلو إلفي وكل شيء. دونك 10 كيلو سافيت جوست يعني باش تعب بدنك وكل شيء، دونك سي رايان باش تتعب وكل شيء وتراتي 10 كيلو من بعد. وابخي العشرة كيلو معناتها باش ندرسوا الحكاية سورتو انو السيزون الجاية فما بطولة عالم في 25، بطولة عالم في 25 ذيك نحب نعملها ونحب نعوم فيها بالكدا. الحقيقة قبل الجو ما كانش في البروغرام تاعي، كنت باش نسابيها، اما توا بعد الكورسة هذه البروغرام الكل تبدل الحقيقة، دونك على ذاك باش نزيد نحكي انا وستاف وباش نعملوا انتراسيو بروغرام جديد، يعني يكون الهدف تاعو بودابست 2024 وبطولة العالم مسبح 50 متر. يعني دونك الحقيقة ما نكذبش عليك، زاد ما نعرفش اسكو 10 كيلو باش تعام ولا زاد 10 كيلو ما نعرفش كان باش تعام، خاطر يعني انا قلت لك البروغرام كله تبدل، يعني الاوبجيكتيف كل شيء تبدل وكل شيء كنت باش نزابي بطولة العالم 25، اما توا نحب نعمل حاجة غادي. 7:42 83 شو اللي غير البارح في غرفة العمليات اللي بطلنا أحمد الجوادي؟ حب يخرج باكستانديك معناتها تاسع أولمبي في 400، رابع أولمبي في 800، المستوى أولمبي عالي جدا. نجم تتبدل حاجات جديدة زياد ولا قرار رسمي ممكن؟ أكيد أكيد اليوم نعرفه بقرار من القرية الأولمبية، أكيد يخرج لنا الخبر إن شاء الله نعلمكم بالوقت. وهذا كان تصريح البارح أشو نقولوا نحن أكيد أكيد أشو، أما معناتها دارسينو في برشا رزانة، وكذلك فما المدرب لوكاس الفرنسي زاد يعرف الصباح نتاعو شو علاش قادم القدام، خاطر تو برشا تكتيك والناس كل تبع في بعضها موهبة يلزم نستحضروا عليها، يلزم نعرفوا شو اللي سألها معناتها اش كانت شو ولات البارح باش من ما نديوش معناتها نحكيو اي حكايه. نقولوا برافو لاحمد الجوادي. برافو. سليم الجماعي زياد في الكناوي كاياك. والله يعمل كيف الوليد معناتها هز ربو البلاد في اللوفرتور في التروكاديرو في السان، عيش في ستراسبور هنا، اختصاص ما عندناش معناتها احنا شرطيين ما عندناش، خلي نحكيو على مجرى فيه السلالوم وفيه شوت وكل التعرج وكل الميل فيه برشا ضغط، اكيد تبعناه في الاختصاص نتاعو البارح. الكاياك سلالوم ما قصرش يعني كمل بعد الادوار الاقصائيه الاولى والثانيه، كمل في المرتبه 17 من 24 قولنا جداف او من 24 رياضي في هذا الاختصاص، وترشح للدور الثنائي يعني اللي ان شاء الله غدوه الخميس واحد بوت. برافو زاده به كي اختار يلعب بدرب تونس، وبه كي انت في العرب ما عندكش هالكاياك سلالوم وتلقى بدرب تونس
موجود موجود تبقى اولمبي موجود انا هكا موجودين ديما ان شاء الله موجودين اكيد ان شاء الله ديما موجودين في كل المواعيد. يعطيك الصحه زياد. تبقت رحاب الوليد مشارك البارح اخيره ما قصرتش ما قصرتش برافو ما قصرتش بشتر كيف بشتر قوس سمحني وساهم وظروف صعيبه وعملت صحيح فزاع في الدور الاول. البارح خسرت 7-3 امام الثانيه في الدور 32 الثانيه مصنفه 3 هي يانج في الادوار الاولى معناتها توب توب. والبارح يعني دفعت على حظوظها رحاب الوليد بنت جمله بنت قبلي بنت تونس العزيزه الغاليه وخسرت 7-3. اليوم في البرنامج التجديف ديمي فينال زوجي وزن خفيف خديجه وسلمى وهو اخر نقولوا احنا لطفي موعد اولمبي لهذا الاختصاص يعني في لوس انجلوس ماناش نشوفوا التجديف وزن خفيف اكيد باش نتبعوا. سلمى الزوادي تعيش في فرنسا بوها مسميها سلمى جات احلينا الاذاعه البارح عديناها البارح وحكيت قصتها محلاها طفله خديجه خبره 3 اولمبياد ريو طوكيو باريس يعتبر انجاز تاريخي يعني في الظروف اللي عندنا لسلمى لخديجه ما همش كون كتير في الخدمه معناتها ما همش قابل بعضهم. خديجه تطلع لفرنسا لايطاليا تقابلها سلمى تعيش في فرنسا دونك برافو للطفله دي لعائلتها البوها اللي اختاروا انها بتشرف تونس وفي النهايه اليوم ان شاء الله يكونوا على موعد مهم جدا انطلاقا الساعه 10:34 من اجل التاهل اكيد للفاينل بي ويكونوا في الترتيب العام معناتها مصنفين 12 في الاولمبياد. تعرف تجديف لطفي في اموال طائله يتكلفك القارب هذاك برشا فلوس وبرشا امراء اولادهم يعملوا تجديف وكان ترى الجمهور انا مشيت ساعتين بالقطار الموقع هذايا عن باريس ما كان شيء عمل كيف. برافو خديجه برافو خديجه برافو سلمى وبرافو زياد الخياري مبعوث الاذاعه التونسيه الى باريس لمتابعه الالعاب الاولمبيه. اللقاء زياد في كرة القدم. البرنامج برنامج الدور الربع النهائي يوم الجمعة القادم الموعد مع الربع النهائي مع ساعتين المنتخب المغربي يواجه الولايات المتحدة الأمريكية 4 المنتخب الإسباني مع المنتخب الياباني 6 متاع العشية المنتخب المصري مع منتخب باراغواي و8 متاع الليل مواجهة بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الأرجنتيني. تصفيات كان المغرب 2025 تعيينات حكام مقابلة الجولتين الأولى والثانية من التصفيات. الحكم الكونغولي جون جاك اندالا يدير مباراة الجولة الأولى بين تونس والمنتخب الملغاشي يوم الخميس 5 سبتمبر 2024 برادس. والحكم الأثيوبي باملاك تيسيما لإدارة مباراة المنتخب التونسي والمنتخب الغامبي مباراة يوم الأحد 8 سبتمبر 2024 بمدينة الجديدة المغربية. تقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة أنغولا والسودان بقية الحكم صادق السالمي مع خليل الحسني والحناشي وأمير لوسيف حكم رابع. يوسف البلايلي وصل البارح لتونس لإتمام إجراءات التعاقد مع الترجي الرياضي التونسي وجدي كشريد قريب جدا من العودة للنجم الرياضي الساحلي ومعتز الدامي يغادر فريق المصري البورسعيدي ويعود للترجي. في المقابل فريق الاتحاد الرياضي المنصير يعلن تعاقده مع الثلاثي المدافع مالك الميلادي أيمن الحرزي جناح أيمن وريان عزوز متوسط ميدان دفاعي. هكا نكملوا فلاش سبور إلى اللقاء. فلاش سبور إشهار.